يما هيدا علينا لك يا هلا اسد هذه سوريا لا تقترب لك ارواحنا. نحن نطلب من الحكومة التركية بعدم فتح المعابر مع النظام القذر، ولن نسمح بفتح هذه المعابر إلا على جماجمنا ورؤوسنا، ولن نسمح بفتح أي معبر في كل المحرر على دماء شهدائنا الذين استشهدوا وضحينا بأكثر من 1,200,000 شهيد حتى يفتحوا معابر مع هذا النظام القذر. نحن لن نسمح، نحن نطالب الحكومة التركية بعمل عسكري ونكون نحن الأقوياء والأشداء في الصفوف الأولى إن شاء الله. حر حر حرية، نحن بدنا حرية. اليوم في حدث خاص، هناك بعض المناطق لقد قمنا من أجل تحريرها ودفعنا دماء، دفعنا دماء من أجل هذه، وهذه المنطقة منطقة ثورية، الكل يعلم يريدون منا من إخلاء هذه المناطق لصالح جهات أخرى، فبأي حق، بأي حق وبأي ميزان تكيلون؟ أردتم عليهم يا أحرار، قولوا لهم ثورة. وسوريا أم الأبطال هي قبلهم ثورة. اكنزف شاهد ونستمر طول الأمد ثورة. أما نحن كثوار الريف الشمالي لمدينة حلب فلا نقبل بالتطبيع ولا نركض وراءه حتى آخر قطرة دم فينا، وإن شاء الله سنحرر مناطقنا بأيدينا. ومن يريد التطبيع مع نظام المجرم بشار الأسد فليسحب جنوده من أراضينا وليسحب كل ما يهمه من أراضينا، لا نريد أحد أن يطبع مع النظام المجرم. أما بالنسبة لنا فنحن إن شاء الله ثابتون من الخيام، من النزوح، من نقص في الأموال والأنفس والثمرات، نحن ثابتون على الحق وهذا مطلبنا، وإن شاء الله منتصرون ومنتصرون من قمة الضعف، نحن منتصرون بإذن الله تعالى. تكبير، نحافظ على كرامتنا ونموت دونها. يلا يا شباب نظمونا للصفوف، حطونا الإيدين على الكتاب، نظمونا للصفوف.